بشرى عبدو مديرة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة. اليوم جمعية تحدي المساواة والمواطنة تطلق مشروع جديد هو الدار البيضاء، مدينة آمنة من العنف الممارس على النساء وخاصة النساء النشيطات البائعات في الأماكن العمومية. لهذا المشروع هو من أجل أمن وأمان هاد النساء اللي هما معيلات للأسر، هاد النساء اللي هما تساهموا في الاقتصادي الإنتاج الاقتصادي ديال البلاد، وكذلك نساء اللي هما مكافحات ومناضلات في 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 الساحة بحكم أنهم تتمارس عليهم هاد العنف وتتمارس عليهم الظلم وتتمارس عليهم المعاناة، أكيد أنهم تتراجعوا وتقدروا أنه يخويوا هذاك الأماكن العمومية. لهذا اليوم إحنا بغينا ينخرط معنا الفاعل السياسي بشكل قوي باش نقدروا أننا نضمنوا الحد من هذه الظاهره داخل الاماكن العموميه، وكذلك نخلقوا واحد الاليات الحمايه والوقايه من العنف الممارس عليهن في هذه الفضاءات، من اناره، من مراحيض، من اماكن خاصه للنساء، باش نقدر تلقى هذه المراه ذاتها في المكان العمومي، وكذلك انها تقدر ان تحمى من العنف، وكذلك انها تقدر تبلغ على العنف وما تخافش، لان تلقى راسها انها كاين واحد الفاعل سياسي اللي غيوقف معها، كاين واحد المتدخل اللي هو الامن واللي هو الدرك واللي هو المحكمه واللي هو المستشفى اللي غيدخلوا من اجل حمايتها، وكذلك كاين واحد المجتمع المدني اللي هو قوي باش يترافع على ملفها المطلبي، وكذلك باش نقدروا اننا نكونوا امام واحد يمكن واحد المحافل اخرى اللي غتجي فيما بعد، باش نقدروا اننا نكونوا نموذج من المدن العالميه اللي هي خاليه من العنف مثل باقي الدول الاخرى، وخاصه اننا غنستقبلوا اليوم الكرة القدم الإفريقية، غنستقبلوا كذلك الكوب مونديال في 2030. هادو محافل مهمة جدا لأن غيكون فيها السياح، غيكون فيها نساء اللي غيجيو عندنا، أكيد أننا خصنا نخلقوا واحد البنيات مهمة داخل المغرب وخاصة في مدينة الدار البيضاء، باش نقدروا أننا نكونوا نموذج يحتذى به في العالم ككل، وخاصة أن باش نتكلموا اليوم على مدينة آمنة، تنتكلموا على مدينة آمنة هي تدخل في واحد المشروع أممي عالمي ديال مدن آمنة خالية من العنف. ما الأنواع ديال العنف اللي كيتمارسوا على الشغيلة هذه؟ النساء، باش نتكلموا على النساء العاملات ولا النساء النشيطات ولا البائعات في الاماكن العموميه، تتمارس عليهم التحرش الجنسي، تتمارس عليهم المضايقه، تتمارس عليهم السب والشتم، الكلام الساقط اللي تقدر تسمعه من الصباح حتى الليل، في الوقت اللي تقدر انها تنهي العمل ديالها تلقى ما كاينش اناره في المناطق، تلقى الاشجار فيها كثافه ديال الاوراق ديالها ولا الغصون الاغصان ديالها اللي هما هابطين واللي تتغطي تتحجب الطريق على ديك النساء اللي ممكن تعرض للعنف واللي ممكن تعرض للسرقه. كذلك ان باش نتكلموا على ما كاينش مراحيض خاصه للنساء، ما كاينش مثلا الاماكن اللي كريش ولا الحضانات للاطفال الرضع ولا الاطفال الصغار، اذا هذا كله خاصو يكون حاضر عندنا في المدن الامنه. مهدي ليمينة، مسؤولة على برامج جمعية تحدي للمساواة والمواطنة. اليوم جمعية تحدي تطلق هذا المشروع من اجل يعني المساهمة في الورش اللي فتحه الدولة، هو يعني احتضان كأس العالم واحتضان كأس افريقيا، وكذلك هذا المشروع غادي يساهم في التنمية ديال المدينة ديالنا، وكذلك من اجل ضمان يعني واحد الفضاء عام للنساء والفتيات خاصة يعني المشجعات ديال هذه الفرق، وكذلك حتى ديال النساء ديالنا اللي اليوم مجموعة من التقارير تتعطينا ارتفاع نسبة العنف ضد النساء، يعني سواء النساء والفتيات وخاصة في الفضاء العام. وكذلك هذا المشروع هو تيجوب على واحد الهدف ديال الهدف من أهداف ديال التنمية، خاصة الهدف الخامس اللي تيقول لك يعني محاربة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وكذلك سواء في الفضاء العام ولا الفضاء الخاص. كذلك هذا المشروع غينظم سلسله ديال مجموعه من اللقاءات، من بينهم يعني مجموعات بؤريه ومجموعات ديال التركيز، وكذلك واحد اللقاءات بين هاد الفاعلين المنتخبات والمنتخبين. ومن يعني ومن بين هاد الانشطه غادي يكون اشراك حقيقي للفاعل الترابي من اجل واحد السياسه ترابيه تجوب على هاد الاشكاليه او على هاد الظاهره ديال ارتفاع العنف. وكذلك هذا المشروع هو من بين مجموعه من المشاريع اللي نظمتها هيئه الامم المتحده منذ انطلاق هذا البرنامج ديال المدن امنه سنه 2010. واليوم يعني مدينه الدار البيضاء غادي تكون محظوظه، او حنا نكونوا محظوظين كما كساكنه ديال هذه المدينه باش تنضم مدينه الدار البيضاء للمدن الامنه في العالم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.